كيفاش يكون صوصطا كيفاش تعجبنا الحطا بالكسرة الخلوطة كيما لفت البطاطا وطماطيش قرنبيطة كسرة الخلوطة كيما لفت البطاطا وطماطيش قرنبيطة من سكان بلدية سيدي غاز ولا نقول حتى بلدية سيدي غاز كل الأطفال إذا كان ممكن إذا كان تسمح لي سيرفيس بيدياد ولادنا راهم في خطر من ربعة للفوق من ربعة للفوق إلا جبت وليدك لوبيطال يقول لك ديه قليعة يا هل ترى خلونا يا جماعة يا هل ترى هل الشيء معقول ملي كان هذا المستشفى قطب للجهة الغربية كامل بني حوا بني ميلك داموس بوريا مسلمون الناس كانت كامل تهرب هنا لوبيتال تاعنا هذا سيدي غلاس اليوم ولا بولي كلينيك اليوم رجع هيكل بدون روح اجونس اجونس تجيب مرتك اختك الام تاعك تجيب باش تزيد هنا في لوبيتال يقول لك روح لديبازا ما كاش في ديبازا يقول لك روح للقليعة ولو كان يعطيك لومبيلونس هي تديك معليش تروح بلي موين تاعك الارواح نتاع المواطنين اللي راهي في خطر المدير يرحم المدير يرحم المطالب نتاعنا هي يعاودوا يرجعوا المستشفى هذا كما كان النهار الاول اقل حاجه تروح دير لي زاناليز يقول لك روح الشرشال ملي كان عندنا مخبر انا في سيدي غلاس كاع الناس تشاهد فيه اقل حاجه رجع هذا المستشفى يوم بعد يوم اون ديغراداسيون توتال راه يزيد يولي للتحت شكون السبب السبب هو التسير هو المدير المدير مصلحة التوليد يا جماعة ملي كان عندنا 18 اورثوبيديست في لوبيتال 18 طبيب عظام جراح عشاو في 6 من الناس ربعة 6 من الناس 6 طبايب لهذ الدرجة جبنا انسان في اورجونس في خطر ضربة الطوموبيل جبناه لوبيتال كي لحقناه هنا قعد 48 ساعة ما دخلوش البلوك على خاطر قالك ما كانش اللي يوبيريه لقينا ان تابلو لا عندي صورة منه في الحيط في شوالي زيرجونس ولا ويت بروغراماو لقيت له 11 جويي اورجونس بروغرامي اورجونس يا ترى الاورجونس تبروغراما ضحكوا علينا نجلس من وقتاش الارجونس تبروغراما الارجونس تخدم تو تويت يسميوها ارجونس حاجة اللي ارجونس سي اون ارجونس كيفاش انت تكتبها لو 11 جويي باش تريتها لوبيتال نتاعنا رجع هيكل بدون روح خلاصة القول يجب اعادة النظر في التسيير نتاع المستشفى هذا احنا ما طلبنا والو ما قلنا لكم اعطونا الضياء المدير يروح بالبلوك سي تو بلي المدير يروح ما دوموندينا سكنه ما قلنا لكم اعطيونا ناكلوا ما دوموندينا والو الارواح نتاع المواطنين اللي راهي في خطر نطلب من المسؤولين اعاده النظر في التسيير كيفاش يكون صوصطا كيفاش تعجبنا الحطا بالكسرة الخلوطة كيما لفت البطاطا وطماطيش قرنبيطة كسرة الخلوطة كيما لفت البطاطا وطماطيش قرنبيطة كيفاش يكون صوصطا كيفاش تعجبنا الحطا بالكسرة الخلوطة كيما لفت البطاطا وطماطيش قرنبيطة كسرة الخلوطة كيما لفت البطاطا وطماطيش قرنبيطة